الأهلي بكرة هيأدي مرانه الثلاث إن شاء الله الساعة 10 الصبح، وده استعدادا قبل السفر بإذن الله إلى الإمارات للمشاركة في مباراة أياكس الهولندي في اعتزال الكابتن حسام غالي يا باشمهندس. طبعا حسام غالي، يعني غالي علينا إنه يسيبنا دلوقتي، نشعر إنه كان ممكن نستفيد ويبقى بعض الوقت، ولكن هذا قراره ويجب أن يحترم وهو مصر عليه. نتمنى أن ينجح هذا المهرجان، يعني لعيب هذه القيمة يستحق أن يقام له مثل هذا المهرجان اللي لن يتوانى أحد على دعمه بإذن الله.